أخذت جولة في أحد البرامج اللي تقدم المنتجات الصينية وحصلت على أكثر من 20 منتج مميز. خلونا نشوفهم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو أنا راح أتكلم عن برنامج 4Deal. برنامج 4Deal تواصلوا معاي وبلغوني إنه يبوني أسوي لهم دعاية على برنامجهم. الأغلبية تقريبا سامعين ببرنامج 4Deal لأنه قاعد يطلع لنا بالسناب، يطلع لنا باليوتيوب دعايات كثيرة، وحتى الأرقام اللي أنا أشوفها أرقام شوية كأنه مبالغين فيها، يعني قاعد يحطون منتجات بواحد ريال أو بعض المرات يحطون صفر دولار، فأعتقد إنه كانت تسويقية أكثر من اللازم. لكن أي شركة تتواصل معي أنا أبطل برنامجهم وأسوي بحث وأشوف هل هو يسوى ولا ما يسوى. ولما تواصلوا معي وفتحت البرنامج وشفته وفهمت منهم شنو الطريقة اللي هم قاعد يشتغلون عليها، ففهمت أن إحنا مو فاهمين الفكرة بطريقة عدل، لكن في أشياء مميزة فعلا في هذا التطبيق. فأخذت جولة بهذا التطبيق ولقيت مجموعة كبيرة من المنتجات اللي إحنا نشتريها من السوق المحلي عندنا بسعر وايد غالي وبخيارات قليلة جدا. لقيت بهذا البرنامج نفس المنتج بأشكال متنوعة أكثر وبأسعار أرخص أكثر. فحبيت استعرضكم بعض الأشياء المميزة اللي أنا شفتها بهذا البرنامج. بس قبل لا نروح الجهاز، لا تنسى تشترك في القناة، تحط لنا لايك على هذا الفيديو، وأيضا بالوصف تحت وفي تعليق مثبت أنا حاط لكم رابط لتحميل البرنامج. أتمنى من الجميع أن يضغطون على هذا الرابط سواء كنت محمل البرنامج أو مو محمل البرنامج، لأن الشركة راح تحسب تفاعل جمهوري عن طريق الدخول على هذا الرابط. وبعد ما استعرض لكم المنتجات راح احط لكم كود خصم اذا استخدمته باي وقت انت تبي تشتري من برنامج 4Deal. راح يعطونك خصم يوصل الى 4 دنانير في كل طلبيه انت تطلبها. 4 دنانير بمعنى 12 دولار تقريبا. خلونا نشوف على الجهاز. هذا هو برنامج 4Deal. راح احط لكم بالاسفل رابط تحميل البرنامج. ميزه هذا البرنامج انه يشتغل على كل انواع الاجهزه بكل الاحجام، ايفون، ايباد، اندرويد، تابلت، بكل الاحجام راح يشتغل معك. خلونا ندخل على البرنامج. أول ما تدخل على البرنامج راح تروح على Account، بعدها بالأسفل راح تروح على Language وتختار اللغة العربية عشان يتحول البرنامج بالكامل للغة العربية. هذا البرنامج عبارة عن آلاف المتاجر اللي بالصين متجمعة في مكان واحد، فتحصل الأشياء الأصلية، تحصل أشياء مو أصلية، تحصل أسعار رخيصة، ويكون فيها مجموعة من الخصومات اللي تشوفها بالدعايات. نفس هذا الإعلان هني حاطين لكم إن مثلا هذا على صفر دولار. طبعا الحركة اللي هم يسوونها إن مجرد ما ينزل هذا المنتج لازم تضيفه إلى سلة المشتريات وتشتري معاه أي شيء ثاني. حاطين لك هني الكمية محدودة، سيحصل أول شخص على هذا المنتج. يعني أول ما يحطون هذا الإعلان أنت لازم تضيفه إلى السلة مالتك وتشتري معاه أي شيء ثاني وتشتري. إذا كنت أنت أول شخص راح تربح الجهاز اللي حاطين هني اللي هو آيفون. طبعا هني في أجهزة ثانية ممكن تكون بعضها أصلية وبعضها لا. اللي تشوفه هني الصفر هو مو خصم انك تشتري هذا، لا، ان انت راح تدخل اول شخص راح يشتري اي شيء من الموقع ويكون ضايف هذا لسلة المشتريات راح يحصل على هذا الجهاز. طريقة البرنامج وايد سهلة، فوق حاطين لكم التصنيفات وبالاسفل حاطين لكم الفئات للبحث. عندك الصفحة الرئيسية اللي احنا فيها موجودين الحين، في الماركات العربة الاشياء اللي انت تشتريها والحساب تقدر تحط بياناتك. خلونا ندخل على الماركات على سبيل المثال. هذه الماركات اللي موجودة فوق هي ماركات أصلية. الماركات اللي هني هذه كلها ماركات أصلية، بس مو معناته أن أي شيء تشوفه داخل الموقع هو أصلي. هذه الماركات اللي تعاملت مع البرنامج نفسه. خلونا ندخل على الإلكترونيات ونشوف شنو الأشياء اللي احنا ممكن نحصلها. بالأعلى هني عندكم مجموعة من التصنيفات. تبي الخصومات، اكسسوارات، وسائل ترفيه، سماعات إذن، خصومات، شبكات الحاسوب. اللي أنا لاحظت بالبرنامج إن الترجمة حرفية، فوايد من الكلام العربي ما رح يكون دقيق، لكن يحسب لهم مجهود إن هم ترجموا البرنامج بالكامل للغة العربية بما فيهم الصور اللي انت تشوفونها الكتابة صارت بالعربي. خلونا ندخل هني مثلا على اكسسوارات هاتف. بعد ما دخلنا بالتصنيف الاول طلعت لي تصنيفات ثانية هني، تبي عدسات هاتف، ضوء، سماعات، حماية شاشة، اغطية هاتف اللي هي الكفرات، الكيس، ايضا هني في اغطية هاتف. هني مفروض انها هي ستاندات، مو شرط الشيء اللي انت تشوفه بالصورة يكون دقيق 100%، فلا تعتمد على هذا الشيء. ممكن تكون جودة منخفضة، ممكن تكون جودة عالية، حسب الشيء اللي انت مختاره. هني مثلا اذا نزلت للاسفل راح تشوفون هني ان كفرات الايفون 11 برو
سعرها 810 فلوس بما يعني تقريبا 3 دولار. انت قاعد تتكلم عن كفر تليفون جديد بقيمة 3 دولار. هني هذا الكفر بالماسك المعروف اللي منتشر عندنا احنا بالشرق الاوسط او بالخليج، قيمته هني دينار و450 فلس، تقريبا يطلع بحدود 5 دولار. فالاسعار اللي انت قاعد تشوفها هني جدا ممتازه. هذه القطعه اللي موجوده هني سعرها دينار و230 فلس، راح تركبها على تليفونك اذا كان عندك ايفون اكس اس اللي هو الكاميرا اللي صايره بالطول، ويصير شكلها نفس كاميرا الايفون 11 برو. طبعا ما راح يعطيك عدسه حقيقيه، هي مجرد قطعه راح تركبها هني. هني عندكم كفر وبنفس الوقت هو حامل لي سماعات البلوتوث، فكرة حلوة. من الأشياء المميزة اللي لقيتها عندهم إن في وايد أجهزة عبارة عن هب تشحن فيها أكثر من جهاز. على سبيل المثال هذه القطعة فيها 8 منافذ USB راح تشحن. طبعا ما راح يعطيك أسرع شحن موجود، لكن إذا كان عندك أجهزة كثيرة جدا فتقدر تاخذ قطعة مثل هذه تحصلها بهذا الموقع، والسعر ما يعتبر سعر وايد غالي بالنسبة حق اللي موجود بالسوق عندنا. إذا عجبتك قطعة من القطع تحب إن تشوف أشياء نفس طريقتها، تقدر تنزل للأسفل هني وتدخل على الستور اللي حاط هذه القطعة. هني هذا الستور متابعينه 128,000 شخص. إذا دخلت على الستور راح تلاقي قطع كثيرة ممكن تعجبك، أشياء موجودة فيها. كيبل سعره دينارين وشوية تقريبا بحدود 6-7 دولار. الوصلة هذه اللي تشوفونها هي عبارة عن وصلة USB، فراح تقدر تركبها من أي جهة يمين أو يسار، مثل ما أنت شايفين أنه صاير مثل حرف ال. هذا ينفع للناس اللي تبي تمسك جهازها وهي قاعدة تشحنه وتلعب بالجهاز، بدال لا يكون الشاحن طالع من الجهاز وطويل وما تقدر تثبت إيدك، فهذا راح يكون أصلا مايل مع اتجاه الجهاز وراح تقدر تلعب وانت قاعد تشحن. هذه القطعة هنا راح تركبها على أي جهاز عندك USB Type-C، وبالجهة الثانية راح يعطيك AUX، يعني حتى هذا الآيباد على سبيل المثال المنفذ اللي عندي USB Type-C وما في منفذ AUX، وحتى أجهزة الأندرويد النوت هواوي أغلب الأجهزة شالوا منها منفذ AUX، فتقدر تركب هذه الوصلة وبالجهة الثانية يعطيك AUX. تقدر تشحن فيها جهازين، الأول شحن وايرلس والثاني راح يركب على الستاند، وعندك هني الساعة وعندك السماعة راح تشحن كل هالأجهزة بقطعة واحدة وبسعر يعتبر منافس. هني عندك سماعات شكلها تقريبا مشابه لسماعة الايربودز، لكن انتبه ان هذه هي مو سماعة ايربودز، هذه سماعة بلوتوث عادية بشكل سماعة الايربودز. هذه القطعة سعرها أقل من 5 دنانير، أقل من 15 دولار. إذا ركبتها على الآيفون راح يعطيك منفذ الـ HDMI، هي تقريبا نفس شكل الوصلة الأصلية اللي تطلع من أبل. أعتقد أن سعرها 20-30 دينار، اللي هو يوصل إلى 100 دولار. هني اللي تحصلها بأقل من 15 دولار، ولكن مو ماركة أبل. هذا الجهاز عجبتني فكرته، هو عبارة عن سخان ولكن انت ما راح تعبيه كل مرة ماي، راح تستخدم البطل الكبير اللي تستخدمه في برادات الماي، فراح يوفر عليك بدل ما تعبيها كل مرة مثلا حق الدوام، فخلاص انت راح تحط بطل كبير وراح يستمر معاك فترة طويلة. الناس اللي تحب الجيمينج هني في وايد أجهزة وكسوارات. على سبيل المثال هذه فكرة جدا بسيطة، الإضاءة اللي موجودة خلف يدة البلاي ستيشن راح تقدر تركب عليها أي شعار من هذيل وراح يشب معاك نفس هذه الطريقة. هذه القطعة راح تقدر تركبها على التليفون ويصير التحكم عندك عن طريق الأنالوج، وفي أزرار موجودة برا وأيضا في أزرار خلفية راح تقدر تتحكم فيها، تركبها بهذه الطريقة وراح تشتغل معاك. هني عندك هذه القطعة مع جزء من كيبورد وماوس راح يشبكون بالبلوتوث على الايفون، راح تقدر تلعب فيها PUBG حسب المذكور. سعرها تقريبا بحدود 60 دولار، اللي هو 21 دينار. اذا نزلت للاسفل راح تلقى هني تقييمات الناس والصور اللي هم حاطينها، مثل ما قلنا بالاسفل هني تقدر تدخل على الستور اللي قاعد يتابعونه 153,000 شخص. حاب اذكركم ان الموقع مو مختص بالالكترونيات، لكن انا اللي متخصص بالالكترونيات فراح ادخل بس على قسم الالكترونيات، لكن اذا انت كنت مهتم لاشياء ثانيه هني الكترونيات، ملابس رجاليه، اكسسوارات، احذيه، اقسام كثيره، كل شيء ممكن تحصله بهذا البرنامج، لكن انا راح اظل على الالكترونيات. هذه القطعه راح تركبها على اي جهاز USB Type-C وراح يعطيك منفذين بنفس الوقت، تبي تشحن وتسمع راح يشتغل معاك، تقدر تستخدمه للايباد وتقدر تستخدمه لاي جهاز اندرويد. هني عندنا هذه قطعه الربل اللي تنحط على المكتب عشان تحط فوقها الكيبورد والماوس باحجام مختلفه اشكال مختلفه. اذا دخلت هني على اختيار المقاس راح تقدر تختار المقاسات اللي هم حاطين لك اياها.
هذه القطعة تنفع للناس اللي يحبون يسوون ستاب على المكتب. نفس القطعة اللي قبل شوي تكلمت عنها راح تحطها على المكتب، تحط عليها الكيبورد والماوس، ولكن بالأطراف في إضاءة RGB راح تقدر تتحكم فيها وتغير الألوان، تختار اللون اللي انت تشوفه مناسب. هذه القطعة للناس اللي يشتغلون على القطع الداخلية بالكمبيوترات. إذا عندك هاردسك انت شايله من اللابتوب تبي تشغله بلابتوب ثاني، ما يحتاج انك تشيل الهاردسك اللي داخل اللابتوب نفسه، راح توصل الهاردسك على هذه القطعة وتوصلها USB على كمبيوترك، راح تقدر تقرأ الهاردسك وتطلع الملفات اللي موجودة داخله. هذه القطعة نفس طريقة القطعة اللي انا دائما كنت اعرضها، انك توصلها على الايباد او على تليفونك، تقدر توصل فلاشين، تقدر توصل فلاش وهاردسك، تقدر توصل الميموري الصغير او الميموري الكبير راح يقراهم الايباد، او اذا كنت تستخدم اي جهاز في منفذ تايب سي. هني عندنا لوحة مفاتيح راح تشبك بلوتوث على الايباد، راح تحول لك الايباد كأنه لابتوب، وايضا في اضاءة على الكيبورد نفسه. انواع الساعات الذكية اللي لقيتها موجودة بالموقع كثيرة جدا. عندك هذه الساعة على سبيل المثال فيها بلوتوث، تقدر تتحكم بالكاميرا، تقدر تشغل عليها واتساب، تقدر تحط لها شريحة، تشغل تويتر، فيسبوك، تحسب لك نبضات القلب، تحسب لك ضغط الدم، تحسب لك النوم. وايد ساعات لقيتها بنفس الطريقة هذه، ما عندي علم عن جودتهم، لكن انت قاعد تتكلم عن ساعة قيمتها 4.5 دنانير، تتكلم تقريبا عن $15. يعني اذا كنت بتشتري لأطفالك بدل ما تشتري ساعة قيمتها وايد غالية، فتقدر تعطيهم هذه وتشوف استخدامهم، وحتى اذا اختربت انت مو خسران شيء، ما يعتبر السعر غالي. ايضا انواع السماعات اللي موجودة عندهم كثيرة جدا. هذه السماعة على سبيل المثال داخل العلبة راح تشحن، وراح تشوف شحن كل سماعة بدون ما تشوف تليفونك، من العلبة نفسها راح يبين معاك، والعلبة نفسها كم فيها شحن راح تلاقي بهذا المكان. هذا البروجيكتور ينفع للاستخدام الخاص، تقدر تحطه بغرفتك بمكتبك، طبعا ما تكون اضاءته وايد عالية، لكن كاستخدام بسيط راح يكون شيء جدا مناسب. ما كشغل بالصور اللي هم يحطونها، ما راح يطلع لك بهالجودة اللي حاطينه هم، ان هذا 1080p يعني راح يعطيك وضوح المفروض انه مناسب، لكن راح تكون المشكلة عندك على الاضاءة. قوة الإضاءة أعتقد أنه راح تحتاج إلى غرفة مظلمة جدا، وهني حاطين أنه راح يشتغل مع الباور بانك، فما يحتاج أن أنت توصله دائما على الكهرباء. أما إذا دخلنا على البحث، هني راح تقدر تختار تبحث في أي قسم من الأقسام، اخترت الإلكترونيات، هذه الماركات موجودة كماركات أصلية داخل الموقع. لو دخلت على شاومي مثلا راح يعطيك الأشياء الخاصة بشاومي، كل اللي موجود هني أشياء أصلية، أو راح تشوف المنتجات كلها موجودة تحت بعض، او راح تقدر تكتب كلمة البحث فوق بهذا المكان. كتبت بالبحث فوق حزام ساعة، فعطاني كل الخيارات اللي موجودة هني. اغلب الساعات اللي انا استخدمها انا اشتري الحزام هذا من النت، ويطلع علي بسعر وايد ارخص من اني اشتري اصلي. راح اقدر اشتري مجموعة كبيرة باقل من سعر حزام واحد من الماركة الاصلية. اذا دخلت على مانع الاهتزاز راح تلاقي انواع كثيرة جدا، مو لازم تاخذ الماركات اللي معروفة عندنا، في ماركات كثيرة ما وصلت لنا. فانا شفت هذه الماركة على سبيل المثال سنوبا، هذه الماركة مو واصلة عندنا بالشرق الأوسط، وفيها أغلب المميزات اللي احنا نشوفها بالأجهزة الثانية. تشحن وايرلس، وتشحن عن طريق منفذ التايب سي، وراح تقدر توصل عليها مايك وتشتغل معك فترة طويلة 24 ساعة. هذا المعطر اللي تشوفونه كل مكان، لكن هالمرة بحجم شوية صغير عشان تقدر تحطه بالسيارة. لاحظنا في أجهزة كثيرة بهذا الموقع اللي تحول لك أي تلفزيون إلى تلفزيون سمارت ذكي، يشغل لك نتفليكس، يوتيوب. أغلب هذه الأجهزة تكون عبارة عن جهاز أندرويد، وفي بعض المنافذ ممكن يشغل لك فلاش، بعضهم يشغل 4K، بعضهم يشغل 1080. من تجربتي أنا بأن أجهزة الأندرويد اللي يحطونها حق السمارت بهذه الطريقة بالعادة ما تستمر معاك بالشغل، حدها شهر وراح تقطعها بالزبالة. التطبيق عبارة عن متاجر كثيرة اجتمعت في مكان واحد، فهي مو شركة واحدة قاعدة تعلن لكم المنتجات، عدد المنتجات اللي موجودة داخل بالآلاف. كثر ما تدور، وفي كل مرة تدخل فيها على التطبيق راح تشوف منتجات مختلفة، وراح تحصل عروض مختلفة، والخصومات اللي يسوونها مستمرة، بعضها حقيقي بعضها تسويقي، فأنت شوف شنو الشيء اللي أنت يناسبك. كانت هذه المنتجات اللي أنا حصلتها. أي وقت تبي تشتري استخدم كود الخصم اي هاشمي، وراح تحصل على الخصم 4 دنانير على كل طلبية أنت
تطلبها، مو على كل منتج على كل طلبية كاملة أنت تطلبها، والأربع دنانير تقريبا هي 12 دولار. إذا حصلتوا بعض المنتجات المميزة كتبوا لنا أسماءها، شو الأشياء اللي أنتوا حصلتوها، إذا كنتوا طالبين من هذا التطبيق من قبل كتبوا لنا خبرتكم بالتعليق. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.